مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الديرة. تتأرجح الرعاية السكنية دائما بين الحق والمطالبة، بين التوفير والحاجة، فالدولة تبذل جهودها من أجل توفير هذا الحق، فيما تزداد الحاجة يوما بعد يوم بصورة تفوق استيعاب تخطيط الدولة لذلك. والحقيقة أن توفير الرعاية السكنية لا يقتصر فقط على بناء المساكن والوحدات أو بناء الضواحي والمدن وتقديم الخدمات، بل يتعدى ذلك ويتسع ليشتمل على إضافة أفكار تخطيطية تنموية يتم من خلالها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية معا. فإلى أي مدى استطاعت الدولة تحقيق المقاربة الفعلية بين الحق والحاجة؟ مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم السيدة هديل بن ناجي، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. أهلا وسهلا فيك أستاذة هديل. أهلا. ونرحب بالمهندس ناصر الخريبط، مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. أهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر. ويشارك معنا المحامي الأستاذ عمر حمد العيسى. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا هلا. مشاهدينا، تقرير ونعود لمناقشة موضوع الحلقة اليوم. مليارات الدنانير رصدتها الدولة من أجل توفير متطلبات الأسرة الكويتية من الرعاية السكنية، وجعلت هذا الهدف أولوية حكومة بارزة تمثلت في مشاريع المدن الإسكانية الضخمة القائمة والجاري بناؤها كمدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات والمطلع والخيران ومدينة الحرير السكنية وغيرها. إن توفير الرعاية السكنية لم يعد مجرد حق بقدر ما هو خطوة تنموية من صميم رؤية كويت جديدة 2035. من خلال إنشاء وتوزيع آلاف البيوت والقسائم والشقق السكنية في مختلف مناطق البلاد لتحقيق نقلة نوعية في الرعاية السكنية، فالكويت ومنذ أكثر من نصف قرن أولت الرعاية السكنية للمواطنين عناية خاصة ووضعتها على رأس سلم أولوياتها. وهذه هي الرسالة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير سكن ملائم يحقق التكافل لمستقبل واعد. بداية أستاذة هديل، يعني توضحين حق المشاهدين ما هي فلسفة الرعاية السكنية وأهداف القطاع اللي حضرتك تمثلينه؟ فلسفة الرعاية السكنية ورؤيتها هو في تحقيق الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين. على المدى القصير تتمحور جهود الحكومة على توزيع الوحدات السكنية حسب الخطة الخمسية اللي هي 2014-2015 و2019-2020. أما على المدى الطويل فإحنا نعمل لتحقيق الاستدامة. فبالمدى الطويل تتطلب الرعاية السكنية أن التحويل في الفلسفة والرعاية السكنية من تطوير وحدات سكنية إلى تطوير مشاريع ومدن ذات هوية. فضمنت هذه الرؤية عدة مبادرات. مبادرات ممكن أن تتغير لكن بتغيير مع الفلسفة والسياسة السكانية، وهذه طبعا تحتاج إلى مراجعة في الاستحقاق وفي نظام التوزيعات. مبادرات تتطلب تنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل حسن استغلال الموارد وتوجيه الإنفاق الرأسمالي بالشكل الأمثل وبأكثر فعالية، مثل التنسيق مع بنك الائتمان الكويتي اللي هو بنك التسليف والادخار سابقا في تطوير إعادة دراسة هيكلة التمويل أو تطوير نظام المورجج لو الرهن العقاري. مبادرات يمكن تطبيقها بناء القوانين والتشريعات الحالية مثل تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص
وهي الحين اللي بلشنا فيها، وكان عندنا فعالية في 21 مارس بعد ما طرحنا إبداء الرقبة اللي هو expression of interest في 2 فبراير وانتهت في 30 مارس، وإحنا طبعا ماشيين في الإجراءات للطرح إن شاء الله. أما بالنسبة حق الأهداف، فالأهداف الرئيسية والعامة للمؤسسة هي تسليم الوحدات لمستحقيها من الرعاية السكنية، وتقليص الفجوة ما بين تقديم الطلب واستلام الوحدة، وتوطين المواطنين في هذه المدن الجديدة. الأهداف الأخرى واللي هي من أهداف طبعا القطاع اللي هي الاستدامة المالية، وهذه طبعا تتم بتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتوزيع المخاطر ما بين الجهتين، هو قطاع عام وخاص، وتخفيف العبء من ميزانية الدولة. ومن خلال تفعيل هذه الشراكة راح تنتج اللي هو خلق فرص العمل للمواطنين الكويتيين، واستقطاب لرؤوس الأموال الأجنبية، أو الحفاظ حتى على الاستثمارات داخل البلد بدل من هجرتها إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وأمريكا، لأن ما كان في هذه الفرص متوفرة في السابق. طبعا من خلال هذا رح نحول هذه الأراضي اللي موجودة عندنا بالمؤسسة من أراضي غير مدرة للدخل إلى استثمارات مدرة للدخل. طبعا احنا رح نتحدث أكثر يعني في هذا الموضوع، لكن انتقل إلى الأستاذ ناصر. يعني الرعاية السكنية مقبلة على مشاريع عملاقة، يعني إذا تشرح لنا يعني ما هي هذه المشاريع العملاقة؟ مثل ما تفضلت أختي هليل، بعد ما المؤسسة وضعت خططها سواء قصيرة المدى ولا طويلة المدى، انعكست على طبيعة نوع المشاريع، من كانت ضواحي إلى ضواحي مناطق سكنية فيها الوحدات السكنية والمباني العامة سواء مدارس أو مخافر أو مستوصفات وجمعيات، إلى مدن جديدة ومدن متكاملة. والمدن هذه طبعا حسبة أخرى، المدن هذه فيها كافة المناطق وكافة الخدمات بالإضافة إلى السكني، الأماكن التجارية والاستثمارية والخدمية والحرفية وخلافه. فالمؤسسة أقبلت أو مقبلة أيضا على العديد من المدن والضواحي السكنية من يعني في الحجمين لسد العدد الطلبات اللي احنا نبيه، وأيضا نسعى أن نخلق مجتمعات متكاملة. فعندنا مشاريع الأمانة هي في فترة التنفيذ حاليا، مثل مدينة المطلع، هذه من أضخم المشاريع في المنطقة، مساحتها 100 كيلومتر مربع، وراح تسكن ما يقارب 28,288 وحدة سكنية، وهذه الحمد لله وقعنا العقود الأولى الاثنين للطرق الرئيسية واللي ثمن ضواحي سكنية. عندنا مشروع غرب عبد الله المبارك، وهذا المشروع أيضا في مراحل شبه النهائية في التنفيذ ل 5201 قسيمة. أيضا عندنا بعض المشاريع اللي سلمة أذونات البناء، يعني في أيضا في شبه خلصت التنفيذ سواء بوحليفة أو الوفرة أو غيره. طبعا هذا لا يعني أن احنا وقفنا في مشاريع أخرى، عندنا مدينة صباح الأحمد، مدينة جابر الأحمد، شمال غرب صليبيخات وغيره من المشاريع. أيضا المؤسسة بعد ما بنت البنية التحتية وسلمت المواطنين اللي هي أذونات البناء والمواطنين قاعد يبنون، تقوم المؤسسة بالتوازي بناء المباني العامة من مساجد ومخافر ومستوصفات، بحيث أن المواطن ما بعد ما يخلص من أنه يبني وحدته السكنية يشوف أن المدرسة جاهزة، وهذا حسب خطط وبرامج مدروسة. فأيضا هناك العديد يعني من المباني العامة تحت التنفيذ في تلك المشاريع. هذا المشاريع اللي في فترة التنفيذ. أيضا عندنا مشاريع أخرى حاليا جاري تخطيطها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفي مرحلة التخطيط والتصميم. عندنا طبعا المشروع الأول والأكبر والأهم الأمانة اللي هو مدينة جنوب سعد العبدالله. هذه المدينة اللي هي اتفاق حكومي ما بين حكومي أو احنا نسميه جي تو جي بروجكت ما بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية، وتم توقيع عقد الخدمات الاستشارية، وإحنا الآن في مرحلة التخطيط والتصميم. أيضا عندنا مدينة جنوب صباح الأحمد، وسيتم تم طرح مسابقة الخدمات الاستشارية، وسيتم التوقيع قريبا مع المكتب الفائز لأيضا تخطيط وتصميم تلك المدينة، أيضا لعدد ما يقارب 25,000 إلى 30,000 وحدة سكنية. المهندس ناصر، يعني أنا راح نكمل أكثر يعني في هذا الموضوع، بس أحب أوجه سؤالي حق أستاذ عمر. يعني مشاريع عملاقة وتقليص فترة الانتظار، يعني تعليقك على أول شيء أنا يعني أتقدم بالشكر الجزيل لمنتسبي الهيئة العامة للإسكان
على رأسهم معالي الوزير على التطور الملحوظ اللي قاعد أشوفه في الهيئة العامة للإسكان وتقليص الفترة السكنية بين تقديم الطلب وبين استلام المنازل. يعني أنا أستذكر يمكن من 20 أو 30 سنة كان الموضوع يأخذ 15 إلى 20 إلى 30 سنة عشان واحد يأخذ بيته. نعم. اليوم أنا أشوف يمكن مجرد 5 سنوات ممكن واحد يقدم طلب يأخذ البيت. الأمانة أنا قاعد أشوف تطور ملموس في هذا المجال. أعتقد الأخوان في الهيئة قاعد يقولون دور مميز في استحصال على الأراضي ووضع سياسات منظمة مرتبة لتقليص هذا العمل. بالإضافة اليوم إحنا دائما يعني نطمح أن يتقلص المدة إلى الأقل، يعني بدل ما يكون 5 سنوات يكون سنة. أتمنى نشوف ما هي المعوقات اللي عند الأخوان اللي ممكن إحنا نقلص هذا الدور في الحصول على السكن الخاص. وكذلك أنا من الناس اللي مؤيد القطاع الخاص، أتمنى يكون دور أكبر للمطورين في القطاع الخاص لبناء هذه المنازل رفلون وتسليمها. يعني في قانون طلع يمكن سنة 2008 اللي منع الشركات الخاصة من تملك العقارات والأراضي وتطويرها، وأعتقد هذا قانون معيب. جاء الوقت أن يعاد النظر فيه وأن يسمح للشركات الخاصة بتملك العقارات حتى تحل المشكلة الإسكانية بصفة عامة، يكون دور للهيئة ودور القطاع الخاص في توفير سكن. فأتمنى يكون هذا الدور، وودي أسمع منهم شو اللي ممكن إحنا نساعد في تقليص هذا العمل المدة الزمنية، يعني في المشاكل هذه اللي هم يشوفونها ودنا نفهمها إحنا كجمهور أو كمراقب للشأن العام. خصوصا أن اليوم لما تسوين إحصائيات أو تأخذين بيانات أو استبيانات من الشارع الكويتي، دائما القضية الإسكانية هي المركز الأول. نعم. ثم قضايا الفساد، فما دام هي في القضية الأولى أنا أعتقد بها تركيز أكثر، اهتمام أكثر، لأن موضوع يخص الشارع العام بصفة عامة. نعم. إحنا راح نتحدث أكثر يعني في هذا الموضوع الرعاية السكنية، ولكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل حديثنا حول الرعاية السكنية في الكويت. قراءة جديدة لعالم المال والأعمال. نسلط فيها الضوء على أبرز العناوين الاقتصادية. مانشيت اقتصادي. برنامج أسبوعي يأتيكم على الأولى في الأوقات التالية. يعني عودة من جديد لمناقشة الرعاية السكنية. يعني أستاذ هديل قبل الفاصل أستاذ عمر طرح فكرة أو تساءل إن كيف يمكن تقليص فترة الانتظار أكثر أقل من 5 سنوات، وحضرتك كان عندك تعليق. فعلا هو المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ظل طبعا الوزارة الحالية والإدارة الحالية للمؤسسة عملت على استلام الأراضي طبعا من البلدية، تحررت الكثير من الأراضي في خلال هذه 3 سنوات اللي فاتت، وبدأت طبعا في طرح المشاريع. مثل أنا أقدر أعطي مثال اللي هو مشروع المطراح، وصلنا أن الأولوية ديسمبر 2013، يعني هذه حول 3.5 سنين انتظار، ويمكن المهندس ناصر يقدر بعد يعقب على هذا الموضوع. بس فعلا هي تقلصت فترة الانتظار عن السابق، كانت طبعا توصل إلى 18 سنة. أستاذة هديل، يعني قطاع الاستثمار والقطاع الخاص اللي حضرتك يعني تمثلين هذا الإدارة هذه، شنو الهدف منها؟ قطاع الاستثمار طبعا هو كان موجود من 2004، بس في ظل التعديلات اللي طرأت على القوانين اللي هو مثلا قانون 113 على 2014 اللي في شأن إسهام القطاع الخاص لتعمير الأراضي الفضاء، أو مثلا القانون 36 على 2016 وغيرها من التعديلات اللي طرأت على قانون الرعاية السكنية اللي هو 47 على 93، هذه شجعت على أن احنا نقدر أن نقوم
بتفعيل هذه الشراكة بيننا كمؤسسة قطاع عام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعديل في التشريعات اللي سمحت لذلك. الخبرات والكوادر ما كانت موجودة، الحين الخبرات والكوادر اللي موجودة في القطاع تقدر أنها تساعد على تفعيل هذه الشراكة والعمل مع القطاع الخاص بشكل تنافسي، والحمد لله. المهندس ناصر، إذا بنتحدث عن مدينة جنوب المطلع، يعني ما المميز في هذه المدينة؟ هذه المدينة مثل ما شرحت بالبداية هي مدينة ضخمة طبعا، بالإضافة إلى مساحتها اللي هي 100 كيلومتر مربع، وهذا يعني إذا بس بعطيك يعني إحساس كمقارنة، الدائر الخامس يبدأ من السالمية وينتهي إلى يمكن الدوحة وكافة المناطق اللي داخل، فيعني مشروع ضخم إذا بنقارن في المساحة، يعني كأنما كافة مناطق الكويت تقريبا، يعني فمن ناحية المساحة مشروع ضخم، فيه 12 ضاحية سكنية بالإضافة للضواحي السكنية، توجد المناطق الصناعية، مناطق التجارية، مناطق الترفيهية، مناطق الرياضية وغيرها من كافة المناطق، يعني مدينة مستقلة ذاتيا، يعني هم بالكويتي بالشعبي نقول مدينة كويت بشويخها بحوليها بسالميتها بضجيجها، يعني ففيها كافة المكونات، بالإضاءة يعني، وأيضا فيها بعد مميزات أخرى، أن فيها إحنا حرصنا أن يعني نزيد فيها مسافة الارتدادات حق المواطنين، أن نوفر 9 متر بحيث أن يكون هناك ممرات مشاة، أن تكون يعني شيء أشرح على قولتهم بالكويتي، نزيد أيضا أن تكون مدينة خضراء، عدد الحدائق يتعدل تقريبا 140 أو 150 حديقة، يعني وعلى مسافات قريبة، يعني بحيث أن يكون هناك بيئة جاذبة للمواطن لما يسكن. تخطيط من قبل مستشار عالمي تم يعني، وتم توفير كافة الخدمات بحيث أن المواطن من يطلع من بيته يلقى الجمعية ويلقى المخفر ويلقى مستوصف ويلقى كافة المكونات نفس ما كنا نعمل، ف يعني وفيها مميزات أخرى كثيرة يعني، ولكن تحتاج يعني فترة طويلة نقعد نشرحها بالتفصيل. أستاذ عمر، يعني مهندس ناصر، أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ممكن تأخذها ساعتين بالكثير، فما أعتقد الشيء راح يكون مزعج، بس نتمنى يكون مدن جاذبة للمواطن الكويتي، وأنا أعتقد فكرة الارتدادات هذه وايد مهمة إذا بالفعل هم ماخذين فيها، لأن لو تشوفين بعض المناطق بالكويت ارتداد جدا بسيط، السيارة تسكر على الشارع، ما تحسين في يعني تخطيط مناسب، فنتمنى أن يكون هذا الشيء يعني يلزمون في كافة المشاريع، مو بس المطلع، كافة المشاريع الحكومية أن يكون في ارتداد مريح وحدائق عامة فعليا مو على الخريطة، نتمنى ذلك. أنا أبي أعلق بعد إنش على سالفة المسافة، تبعد مدينة المطلع تقريبا 45 كيلو من يمكن عن نص الكويت، ف يعني اذا انت يعني صوب الافنيوز طبعا اكيد اقرب او صوب هذا، ف يعني ابعد نقطه احنا حسبناها ما تتعدى النص ساعه. اليوم قامت الدوله، مو بس المؤسسه لان هذا مشروع دوله، قامت وزاره الاشغال مشكوره بتزامن خططها معنا وتطوير الطرق المحيطه، الشوارع الحاليه قاعد تكبرها وخلقت جسور اللي هي من بعد الجهرة تختصر المسافة، أيضا راح تسرع يعني الفترة اللي كانت تأخذ نص ساعة اليوم راح تأخذ بعد انتهاء منها ثلث ساعة، وبعدين 45 كيلو ترى ما هي بعيدة، إحنا يمكن الكويتيين بالنسبة لنا نعتبرها يمكن شوية بعيدة، ولكن ما هي بعيدة لا من ناحية الزمن ولا من هذا، والتطوير الجديد على الطرق أيضا راح يساهم بشكل كبير تقريب يعني المسافات هذه. أستاذة هديل، يعني الفرص الاستثمارية سواء في هذه المدينة أو حتى في مدينتي مثلا جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنية، يعني إذا تتحدثين عنهم. بالنسبة لمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، لأن هذه المدن تم التسليم فيها لنسبة تقريبا 90%، فالاستراتيجية تختلف عن المطلع، تختلف عن جنوب سعد العبدالله. في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد الفرص الاستثمارية طبعا جاءت بعد انتقال وتوطين السكان المدن نفسها، فالحين احنا قاعد نلبي احتياجاتهم من الأنشطة التعليمية
أو الصحية أو التجارية أو الترفيهية للمنطقة نفسها، مثل سبيل المثال مثل صباح الأحمد ما عندهم هناك مول تجاري، ما يوجد يعني كلهم هم طوروا، ما عندهم مناطق حرفية صناعية لجراجات يعني. فعشان كذي احنا من ضمن الفرص اللي احنا ان شاء الله راح نطرحها قريبا هي منطقة سكنية استثمارية فيها سكن استثماري وفيها مول تجاري، فيها نادي أطفال، فيها حديقة، يعني متعددة الأنشطة. وفي قطاع ثاني اللي هو للمخازن وللمنطقة الحرفية الصناعية اللي هي للصناعات الخفيفة والمتوسطة. هذه بصباح الأحمد. بجابر الأحمد في فرص ثانية اللي هي فرص سكني استثماري منها وحدات حق البيع لمواطنين ومستحقي الرعاية السكنية، ومنها وحدات للتأجير، ومنها اللي هو المول التجاري، وفي بعد مجمع اللي هو ممكن يكون مكاتب أو مثلا قرض طبي لوحدات، مثلا ممكن يطورونها إلى شقق فندقية. في وحدات بعد تجزئة وتجارية هناك في جابر الأحمد، في ثلاث فرص استثمارية موجودة. نعم. هذه بالنسبة حق المدن اللي هي تم تطويرها بنسبة 90%. بالنسبة حق المطلع الاستراتيجية تختلف، لأن احنا الحين عندنا بصدد احنا نبي يعني نستقطب المواطنين ان ينتقلون، ما يقولون والله احنا ما عندنا شيء في هذه المدينة وشلون ننتقل. نعم. فلازم مشاريعنا تتزامن مع تسليم اذونات البناء حق المواطنين. فالحين احنا قاعد نحط الخطه والاستراتيجيه هناك بان نطرح مشاريع مع تسليم اذونات البناء، بحيث ان مشاريع المواطنين تنتهي مع هذه المشاريع. نعم. اذا مو مشاريعنا انتهت قبل، وفي بعض الانشطه ممكن تنطرح قبل لحاجه المدينه في خلال فتره التطوير. نعم. اما بالنسبه حق جنوب سعد العبد الله، قطاع الاستثمار طبعا راح يدخل داخل من الحين ان شاء الله، بس عند هيكل الشراكه في تحديد ملامح هيكل الشراكه، لان هذا العقد اللي تم الحين توقيعه لتخطيط وتصميم المدينه يحتوي على شق اللي هو دراسات الجدوى وتحديد هيكل الشراكه ونسب الشراكه ما بيننا وما بين شركائنا اللي هم لندن هاوسينج كوربوريشن، اللي هي اللي الشركات مؤسسة الأراضي والبنية التحتية. فهذه تحديد نسب الشراكة بينهم، هيكل الشراكة هاي من مسؤولية طبعا قطاعنا أنه يشتغل عليها. وأكيد هم استراتيجيات الطرح الاستثمارية راح تختلف في مدينة جنوب سعد العبد الله، وتوفير البدائل السكنية راح تكون بفلسفة إسكانية مختلفة عن الفلسفة الحالية. مهندس ناصر، يعني بالحديث عن مدينة جنوب سعد العبد الله، هي مدينة ذكية، كيف يعني إذا تشرح لنا كيف هي مدينة ذكية؟ طبعا هذا السؤال كثير يسألونه، وأمانة المدينة الذكية يعني ما في تعريف واضح عالميا، أنا كلمت تعريف واضح يعرف ما هي المدينة الذكية، ولكن ببساطة يعني في تعريف ولكن ليس تعريف واحد، ولكن إذا ببسطها هو استخدام التكنولوجيا لرفع من مستوى المعيشة. نعم. بهذه البساطة. طبعا أيضا استخدام التكنولوجيا لمزيد من التواصل ما بين المواطن مع المدينة، ما بين المواطن مع الدولة، ما بين الدولة مع أو الحكومات مع المدينة نفسها. وهذا أيضا يخلي الدولة تدير مدنها بطريقة أفضل، مما يترتب عليه اللي هو الحفظ على مواردنا احنا، سواء الماء كهرباء وغيره. المدن الذكية هناك طبعا استخدام التكنولوجيات الحديثة، من طبعا أن يكون هناك طبعا شبكات إنترنت، يكون هناك شبكات النقل الذكي، بحيث ان شبكات يعني الاشارات المروريه ما تكون حسب الوقت، ولكن هناك سنسرز ومؤشرات ان اذا في زحمه تفتح الشبه. طبعا ايضا اذا كان هناك حوادث يعني ايضا يكون هناك يعني نوع من الانذار ان هناك حادث في المكان الفلاني. شبكات البنية التحتية أيضا إذا صار خرير أو إذا صار شيء يكون أيضا هناك مجسات ومستشعرات، بحيث أنه ما تنطرين الشكوى، ولكن الصيانة يجيهم على طول ويروحون يدرون في المكان الفلاني هناك
في مشكلة فيروحون يصلحونها وغيرها من الأمور اللي إحنا نطمح أن تكون هذه المدينة مدينة عالمية أمانة فيها أحدث التكنولوجيات بحيث أن نرفع من مستوى معيشة المواطن الكويتي. أستاذ عمر راح نسمع تعليقك عن المدينة الذكية ولكن بعد الفاصل. إن شاء الله. فاصل ونعود لمناقشة الرعاية السكنية في الكويت. باقة من الأخبار المنوعة ينقلها لكم مراسلون من مختلف بلدان العالم عبر برنامج مراسلون. برنامج مراسلون يأتيكم بالأوقات التالية. عودة من جديد لمناقشة الرعاية السكنية. يعني أستاذ عمر قبل الفاصل كنت أبي أسمع تعليقك عن المدينة الذكية اللي ذكرها المهندس ناصر وأيضا رأيك في الشراكة بين القطاع الخاص والعام وخصوصا أن أنت يعني في البداية رجحت مزيد من هذه الشراكة. نعم. طبعا فيما يتعلق المدينة الذكية يعني بدأت تتساءل في يعني في مفهوم المخالفة شعرت إني أنا ساكن في مدينة غبية عرفت شلون بس يعني تنتقل المفروض بعدين المدينة إن شاء الله تتطور يعني اليوم حتى اليوم في مكاتب ذكية مكاتب ذكية في فنادق ذكية اليوم طريقة فتح الستارة الماي الكهرباء تقليص الكهرباء الطاقة الشمسية هذه كلها تعتبر أشياء حديثة أعتقد تخلي المدينة أكثر تطورا تتمشى مع التكنولوجيا. فإحنا هذا طموح يعني مميز إنه بالفعل إذا الهيئة تقوم في هذا الإنجاز فإحنا نطمح لهذا الشيء نتمنى أن كافة المدن في الكويت تتماشى مع الفكر الذكي إنه بالنسبة حق الإنترنت بالنسبة حق الإشارات الزحمة نتمنى بس مثل ما قلت دائما الفكر اللي يشتغل صح دائما هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو لأن عنده يعني هدف عنده هدف مادي لازم ينجز لازم يسويه فبالتالي تلاقينا أكثر تركيزا في البناء وأنا أعتقد يعني إعطاء القطاع الخاص دور أكبر بالوقت الحالي أعتقد قد تكون فرصة مميزة لإشراكة في بناء هذه المدن وأن تكون في رقابة فعلية من الهيئة لأن اليوم قاعد نسمع كثير من المخالفات في العقارات مثلا ان لم تبنى بطريقه صحيحه في قضايا في المحاكم متداوله وهذه القضايا قد تؤخر تسليم المنزل او يكون العلاقه بين المقاول والمقاول الباطن فهذه كافه الامور تعرقل تسليم المنازل اعتقد يجب ان يكون هناك يعني رقابه صارمه على المقاولين اللي ما ينفذ العقد بطريقه جيده وصحيحه يجب ان يستبعد يجب ان يغرم بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد في كثير من الدول قاموا عندهم فكرة المحاكم الاستراتيجية أو محاكم الاستثمار اليوم يجب أن تنشأ محاكم خاصة للبت في القضايا الاستراتيجية في الكويت يعني موضوع الإسكاني أو أي قضية استراتيجية في الكويت يجب أن تظهر محاكم خاصة حتى تستعجل البت في نظرها بحيث أن ما تعطل المواطن أو الفكر الاستراتيجي للدولة يعني محاكم خاصة أي قطاع استراتيجي يصير في خلاف مع مقاول او اي جهه لازم يكون في محاكم خاصه لها تعطى فرصه خلال شهرين تثبت الموضوع وتكمل ما يوقف المشروع سنه وسنتين ثلاثه حتى يعرفون المشاكل المقاول والمقاول الباطن والخلل عرفتون وبعدين نشوف احنا اليوم بالميديا كل واحد يصور بيته والمشاكل اللي فيها فانا اعتقد هم اني فكره اتمنى من الاخوان بالهيئه ان يفكرون فيها معنا ان يعطى المواطن دور قبل لا يستلم المنزل يتابعه الى المقاول لان اليوم التشطيب يعني في مرحله التشطيب يعني يقول انا ليش اسلمه البيت وهو خالص خلنا اسلم البيت قبل يخلص الاسود على الاقل الفكره فيه انه يتابع مع المقاول ايش قاعد يصير في عيوب ملاحظات لان هو صاحب بيت بالنهايه فملاحظاته تكون ادق من اي شخص اخر فهذا اعتقد سهل المهمه إذا الإخوان يعني يرونها. مهندس ناصر يعني تعليقك عن العلاقة بينكم وبين المقاولين. وهو فعلا هذا اللي يحصل حاليا. إحنا ما بعد ما نخلص البيت النادي المواطن
ونقول حق المواطن كافة ملاحظاتك لازم تعطينا إياها. وأيضا ما يتم تسليم ما يتم التسليم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي للمقاول إلا بعد استيفاء كافة الملاحظات للمواطن. فيعني إحنا من ناحيتنا هذا فعلا الإجراء اللي قاعد يصير. يعني المواطن إذا شاف ملاحظة إحنا نادي المقاول وإحنا عندنا التزامات تعاقدية وعندنا يعني بيدنا من سواء كفالات أو فلوس أو غيره يعني على المقاولين بحيث نطبق تلك الغرامات عليه بحال تقاعسه في تنفيذ تلك الملاحظات. وما ما 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 نسكر البيت إلا بعد ما يتم استيفاء كافة تلك الملاحظات. فهذا فعليا هو اللي حاصل حاليا. أستاذ عمر يبدو أن صوتك واصل يعني. لا ممتاز يعني. يعني أنا قاعد أفكر ويطلع نفس الفكرة يعني. جزاكم الله خير والله الأخوان. أستاذة هديل. أنا ودي بعد يعني أعقب على هذا الموضوع. طبعا مع تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتفعيل المطور العقاري. ودنا أن يكون التوجه بالمستقبل وهذه استراتيجية المؤسسة إن شاء الله في المستقبل اللي هو ترك المجال للقطاع الخاص لتطوير هذه الوحدات والبدائل السكنية. بدل ما تكون هي المؤسسة هي اللي قاعد تطور هذه المشاريع. يعني راح يكون هذا من تخصص القطاع الخاص وراح تطرح الأراضي للقطاع الخاص والمجال للقطاع الخاص. وهو راح أكيد يطورها يصممها وينفذها ويدير هالمشاريع بشكل أفضل منا إحنا الصراحة. أستاذة هديل يعني تكلمنا عن شراكة القطاع الخاص مع المؤسسة، ماذا عن شراكة مع بنك الائتمان؟ طبعا بنك الائتمان له دور مهم. يعني هي منظومة الرعاية السكنية سواء بنك الائتمان أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية هما جهتين تحت وزارة واحدة اللي هي وزارة الأسكان. وكل جهة أسست من أجل أقراض معينة. المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة المنفذة لسياسة الحكومة وتوجهاتها، لا تتجزأ من توجهات الحكومة والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهي ملزمة بأن توفر القسائم، البيوت، الشقق المستحقين الرعاية السكنية وحسب أولوية تسجيل الطلبات. أما بنك الائتمان فهو يوفر القروض الاجتماعية اللي هي قروض الزواج والقروض العقارية للمستحقي طبعا الرعاية السكنية. بعد ما يتقدم عندنا ياخذ القسيمة يروح عند بنك الائتمان ياخذ القرض، أو بإمكانه بدل ما ياخذ قرض البناء ياخذ قرض الشراء، يتوجه ياخذ 70,000 ويشتري. طبعا إذا بتدخل بأنواع القروض هي متعددة في بنك الائتمان، فهم الجهتين يكملون بعضهم. الحين طبعا في الوقت الحالي إذا احنا رجعنا إلى القضية الإسكانية، ما هي القضية؟ هو عدم حصولك على المنزل في خلال فترة زمنية محددة. إذا نبي نقسم القضية وأسباب هذه القضية، هي تدهور القدرة الشرائية لدى المواطن. يعني احنا نقدر نقول ليه ما أوائل التسعينات كنا احنا بروحنا نتوجه ونروح نشتري أراضينا ونبني بيوتنا وما كان في مشكلة. بدأت ترتفع الأسعار وبدأت تقل إمكانية المواطن، يعني قدرتها الشرائية صارت محدودة وما صار يقدر انه هو يشتري أرض او انه هو يطور. بنفس الوقت في قصور في الأدوات التمويلية، يعني هو في قصور بأنه هو ما يقدر، ما عنده القدرة، ما في منتج عقاري ذا سعر معقول. هذه ناحية وحلها بالمطور العقاري. والشق الثاني اللي هو قصور الأدوات التمويلية، أنا ما في مورجج لو، ما في رهن عقاري وتمويل عقاري، فما يقدر حتى يقترض، حتى لو عند الأرض يقترض لفترات شوية طويلة اللي تمكنه بأن اللي هي القرض يكون مبسط عليه وأنه يقدر يدفع على فترات زمنية أطول. طبعا هذه المشكلة أو هذه الأزمة شخصها معالي الوزير والإدارة الحالية من بداية استلامهم للوزارة في 2014. وبدأوا يفصلون بالتخصصات، قالوا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولة عن التطوير العقاري وعن قانون اللي هو المطور العقاري، ولازم هذا اللي نمشي فيه. وفعلا هذه من خلال الحين الطرح اللي سويناه مؤخرا وهو جزء من تفعيل هذه الاستراتيجية. وبنك الائتمان
لازم يشتغل على إعادة هيكلة التمويل، وفعلا وقعوا عقد مع مستشار استراتيجي وقاعد يشتغلون على إعادة هيكلة التمويل، وإن شاء الله في المستقبل نسمع أخبار زينة. يعني قاعد نعالج على المستويين ومن الجهتين إن شاء الله. بالعودة إلى مهندس ناصر، ولا نزال في مشروع سعد العبدالله والمدينة الذكية، يعني اخترتوا الشراكة مع كوريا الجنوبية، يعني لماذا كوريا بالذات؟ طبعا هناك أسباب كثيرة لماذا اتجهنا إلى كوريا. في البداية طبعا قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية يحدد أن على المؤسسة الاستفادة من التجارب العالمية أو أفضل التجارب العالمية والاستفادة من الشركات العالمية والتعاون معها في مجالاتها في تطوير الرعاية السكنية. فإحنا بحثنا وشفنا أن من أفضل التجارب العالمية اللي هي شبيهة لنا واللي ممكن الاستفادة منها هي التجربة الكورية. طبعا هناك أبعاد مختلفة لما تتكلمين على أبعاد، يعني العلاقة يعني ما بين دولة ودولة. العلاقة ما بين الكويت وكوريا هي علاقة استراتيجية وصداقة طبعا طويلة. كوريا متقدمة جدا، من أفضل الدول المتقدمة في التكنولوجيات وفي تطوير المدن الجديدة، متميزة أمانة. لما زرنا مشاريعها يعني جدا مبهرة، المدن الذكية والتطور العمراني اللي عندهم. أيضا هذه معلومة يعني هي من أعتقد رقم واحد مستورد لنفط الكويت، يعني إحنا اقتصادنا أيضا مرتبط فيهم بشكل أساسي. أيضا هم يعني تجربة الكويت معاهم في إنشاء الوحدات السكنية تجربة أيضا متميزة. يعني إلى الآن الناس تستشهد في البيوت اللي يسمونها الكوريات اللي بنوها في السبعينات وفي الثمانينات، أن البيوت هذه لا تزال يعني من أفضل البيوت اللي بنتها، وهناك في نفس النماذج بنتها شركات أخرى ولكن ليست نفس الجودة. فيعني احنا يعني العلاقه هذه يعني علاقتنا ممتازه معاهم احنا امانه ما بين الكويت وكوريا، فاحنا بنستغلها في تطوير هذا المشروع. يعني احنا راح نطلع فاصل ونرجع لك استاذ عمر ونسالك عن ثقافه المواطن في السكن في الفلل ام في الشقق، ولكن بعد الفاصل. فاصل ونواصل بعد حديثنا حول الرعايه السكنيه. نعود من جديد لمواصله حديثنا حول الرعايه السكنيه. وأستاذ عمر، يعني كنت أبي أسألك المواطن، يعني ثقافة المواطن، هل يحبذ السكن في الشقق أم في الفلل، وهل لابد من تغيير هذه الثقافة؟ شوفي، بالسابق المواطن كان يرفض أنه يقعد في شقة لأنه تعود، يعني من ما هو ما انولد قاعد بيت أبوه وبيت كبير 1000 متر وحديقة والجيران والفريج. هذه الثقافة تغيرت، الألف متر صار 750 متر صارت 500 صارت يمكن حين 400 إلى يمكن بعد أقل. فالثقافة تتغير، التعود. أنا أعتقد اليوم المواطن بالوضع الاقتصادي العام أغلب الكويتيين كانوا يشترون شقق برا الكويت، فتقبلوا أن يعيش برا الكويت بشقة يقعدها شهر شهرين وهو مرتاح. فهذه الثقافة أثرت عليه، أنا أعتقد ما عنده مانع أن يتقبل يعيش في الشقة بالكويت، أوفر له أفضل له إذا فيها من المساحة اللي يعني تتواكب مع حياته الاجتماعية. إن تكون غرفة كبيرة، في مجال الخدم، المطبخ كبير، في مواصفات معينة. أعتقد يعني تكون شقة كبيرة أعتقد كافية. فهذه الثقافة أعتقد المواطن الكويتي بدأ يتقبلها. لو تلاحظين اليوم الأجارات أكثر الكويتيين قاعد يأجرون في شقق عبما يدورهم، فهو متقبل إنه يأجر في هذه الشقة، وبالتالي ما يمنع إذا تملك شقة، خصوصا في الاونه الاخيره الناس قاعد تشتري حين شقه تمليك. نعم. لان شافوها ارخص وافضل اذا فيها المواصفات المميزه. فهذه الثقافه موجوده. انا اعتقد الكل بدا يتقبلها، لان البيت الكبير محتاج الى مصرف، محتاج الى صيانه. نعم. الوضع الاقتصادي العام ما اصبح مثل ما كان بالسابق. الحين الناس بدها تتقلص، عرفت شلون؟ فاعتقد اللي كان عنده 4 سيارات صار عنده سيارتين، اللي عنده 4 خدم صار 2. فموضوع اعتقد شقة على المدى البعيد اعتقد موضوع مناسب اذا كانت تواكب الظروف الاجتماعية، اعتقد الكل متقبلها الامانة. نعم. استاذ هديل، يعني لا يمكن الحديث عن قضايا الاسكان دون التطرق لملف المرأة. يعني المرأة والرعاية الاسكانية، الى اين وصلتوا في هذا الامر؟
في 2015 كنت أنا أول بنك الائتمان قبل أن أنتقل إلى المؤسسة العامة الرعاية السكنية، وكلفنا معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان وأصدر قرار وزاري 2/2015 بتشكيل لجنة لحل العوائق الإدارية والقانونية اللي تحول دون تطبيق القانون 2/2011 اللي هو قانون المرأة. وتشكل فعلا هذا الفريق أو هاي اللجنة لدراسة آليات تطبيق هذا القانون اللي هو 2/2011، وانتهت اللجنة بعدة توصيات، وكانت التوصيات يعني الأهم من التوصيات اللي هي شنو الإجراءات اللي احنا اتخذناها لتفعيل هذه التوصيات. يعني مثلا على سبيل المثال كان عندنا المرأة لما تي خلينا نقول تطلق، زين، ممكن ان زوجها يستبعدها من السكن ويتزوج واحدة ثانية يحطها في نفس البيت وهي تطلع خلاص، مع ان هي موقع عقد في بنك الائتمان بان هي اللي ضامنه هذا القرض، فتنتهي هي تدفع هذا الاقساط لانه هو مثلا انتهى مثلا بانه هو بالتقاعد، فصار ما ينخصم منه بموجب قانون التامينات الا 25% ويدفع نفقه، فظل هي اللي تدفع قسط هذا البيت وهي تكون هي مطلقه ولا حتى مخصص لها في هذا البيت، فكان مشكله الصراحه. فقمنا وكتبنا توصية باللجنة إن المفروض هي تدخل في التخصيص وفي إصدار الوثيقة من البداية، يعني سواء تخصص لها بيت حكومي بالبداية هي تكون مشركة في هذه الوثيقة، بحيث إن هو بيوم من الأيام تزوج ما يطلعها من هذا البيت. تصير مشاكل أكثر. لا، ما ليش يطلعها، هذا بيتها، وليش يعني يصير بعدين عندي هناك قروض، يعني هذا هدر. وزوجتين مع بعض بنفس البيت؟ لا، ما يحط هاي بيت، خلاص بيتها وبيته يصير، فالوثيقة باسمهم يصير. فلأن إذا ما سجلها باسمه معناته صار البيت ممكن يتخصص باسمه هو، ومعناته إحنا الدولة إحنا مولنا الزواج الثاني. لحظة، لأن هذا بيخلق لك هدر، وبتي هي تأخذ قرض المطلقة وبنفس الوقت هذا بيتها وحقها المفروض إنه يعني يتسجل باسمها، وهي يعني البيت الأسرة مثل ما نقول، فباسمها واسمها. فالحين هي لها حق أن تي تطلب أو أحد من أفراد الأسرة يطلب بعد إيصال التيار الكهربائي في البيوت، أو أن حق اللي هو البيوت الحكومية، لا مجرد تسليم البيت أنه ممكن تصدر هذه الوثيقة باسمهم. هذه بالنسبة حق البيوت القسائم. الشيء الثاني، هذا القانون حط رأس المال 500 مليون دينار كويتي، قال حق القروض وحق السكن المنخفض الإيجار. طبعا ما كان في تحديد بالضبط، لأن أنا إذا بأخذ 7000 وكسور وأضربها ب 70000 تطلع لي حول 500 مليون، فهذا القانون ما في استدامة. يعني حتى لما يعني بنطبقه نبي شيء مستدام. يعني أنا لو ببني مثلا مشاريع في هذه الفلوس وأطور فيها مثلا وحدات ممكن تكون منخفضة الإيجار أهون. بس هو إذا إحنا فصلنا التخصصات، توني أنا تكلمت عن هالشيء أن البنك المفروض تخصصه تمويلي، والمؤسسة العامة الرعاية السكنية بحكم خبرتها والكوادر اللي موجودة فيها وتطويرها للمشاريع والمباني العامة ممكن أن هي تطور هذا السكن المنخفض الإيجار. فقلنا إحنا هذا مو تخصص البنك، رفعنا من ضمن التوصيات. فعلا الحين في المشاريع اللي جاية مثل مشروع في مدينة صباح الأحمد يوفر حول 2200 شقة، من ضمن هذه الشقق راح يصير لها نصيب للمرأة، وطبعا في بعد فئات ثانيه مستحقه مو بس للمراه في نفس المشروع. في عندنا احنا مشاريعنا اللي احنا بنطرحها عن طريق المطور العقاري راح يعطي بدائل سكنيه، يعني فاحنا بهم بتفعيلنا للمطور العقاري، وبعد ان شاء الله لما يتم قانون المورجج لو وقانون الرهن العقاري والتمويل العقاري هذا راح يحل جزء كبير من القضيه الاسكانيه ومن الازمه، لانه راح يصير في وحدات ذات سعر معقول طبعا من خلال المطور العقاري، وراح يصير في قروض اللي ممكن الواحد ياخذه ويشتري بس على مدد
أطول فتكون هذه القروض بأقساط يعني ميسرة. أقل ميسرة مثلا. أستاذ عمر شنو تعليقك يعني على الموضوع خصوصا في يعني جانب قانوني فيه؟ شوف أنا يمكن أعتقد فكرتهم فيها عدالة أنه يخصص البيت باسم الزوج والزوجة. أنت أثرت أنه قد تكون فيها مشاكل كثيرة. أنا أعتقد لا، غالبا إذا صارت في مشكلة أو في طلاق أحد الأطراف يشتري حصة الآخر، يظل حقها موجود في السكن. يا الزوج يشتري حصتها أو يشتري حصة الزوج، أفضل بس أن تطلع من البيت ما لها شيء، أعتقد هذا فيها ظلم. أنا من الناس يمكن مناصر لقضية المرأة بصفة عامة، يعني أنا بالنسبة لي أتمنى أن يكون حق السكن ليس للأسرة، للمرأة أو الرجل. يعني في ناس أو في بنات عازفين على الزواج وفي رجال ما يبي يتزوج، هل أمنع من حق السكن؟ يجب أن يعطى له حق السكن. ففكرة السكن للأسرة أنا أعتقد يجب أن يتوسع فيها تشريعيا أو قانونا، بحيث يعطى للرجل غير متزوج سكن والمرأة الغير متزوجة سكن، لأن راح ينظلمون. أنا أو أي شخص آخر غير متزوج لو بيأجر شقة ما راح يخلونه، يزعجونه يقولوا والله أنت أعزب ما نبيك تأجر، أو كذلك المرأة أنت عزباء، زين وين يروحون هذولا؟ إذا بيت الوالد أو الوالدة صار ورثة ونباع. فأنا أعتقد يجب أن يكون هناك حل تشريعي من مجلس الأمة لتصليح هذا الوضع، أنه يعطى للمرأة سواء تزوجت كويتي أو غرويتي حق السكن، كذلك المطلقة، كذلك الأعزب أو العزباء. هذا حق أنا أعتقد يعني حق المواطنة يجب أن ينظر في مجلس الأمة لتطبيق العدالة الكاملة بينهما. يعني القضية الإسكانية متشعبة ويطول الحديث فيها، لكن للأسف يعني الوقت أزفنا، فأخذ كلمة أخيرة من حضراتكم. يعني نبدأ في أستاذة هديل. طبعا أنا أحب أطمن المشاهدين بأن وزارة الأسكان بجهتيها اللي هي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي قاعد نعمل لاستراتيجية طويلة الأمد، اللي هي لأن القانون والفلسفة الحالية هي غير مستدامة، وقاعد نقول أن حل هذه القضية أو الأزمة الإسكانية هو في تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وتفعيل المطور العقاري، وبنفس الوقت اللي هو إعادة هيكلة التمويل وفسح المجال حتى للبنوك التجارية بأن يصير تقديم القروض من ناحيتهم لتخفيف العبء من ميزانية الدولة والاعتماد بشكل كلي على الدولة في توفير هذه القروض. طبعا واحدة من الفرص الاستثمارية اللي احنا طارحينها هي للسكن الاستثماري، وراح يكون للبيع لمستحقي الرعاية السكنية، لكي نثبت بأن المواطن الكويتي إذا فعلا صممنا ونفذنا وأدرنا مشاريع جميلة وتكون جاذبة للمواطن، راح يشتري بدائل سكنية متعددة، ممكن يقبل بأقل من 400 متر، ممكن يكون في دوبلكسز، تاون هاوسز، ممكن شقق سكنية، بس تكون بتصميم وبتنفيذ وبإدارة، يعني إدارة طبعا هاي أهم شيء، إدارة هذه المشاريع من بعد بيعها للمواطنين، لأن هذه جدا مهمة. المهندس ناصر كلمة أخيرة يعني في. أحب طبعا في البداية أتشكر منكم وعلى القائمين على البرنامج على حسن الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لنا أن نسلط الضوء على آخر مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأيضا أحب أوضح وأبي أتشكر أمانة من المهندسين اللي قاعدين يسرون ليل ونهار، وأنا قاعد أتكلم الحين وهم قاعدين يشتغلون في المشاريع. عندنا مشاريع طبعا اللي جنوب سعد العبد الله وجنوب صوالح أحمد، هذه مكاتب استشارية عالمية شغالة فيها، ولكن عندنا مشروع خيطان، عندنا مشروع تيماء، عندنا مشروع مساكن منخفض التكاليف، مشروع جنوب عبد الله المبارك، هذا عندنا داخليا في الإدارة يتم تخطيطه من قبل مهندسين كويتيين للأمانة، ولا أروع الواحد يفتخر فيهم أن من أفضل الخبرات في الكويت طورناها وقمنا نعطيهم مشاريع هم يصممونها. وكمية المشاريع اللي هم شغالين فيها يعني كنا في السابق نسويها في أوقات متفاوتة، اليوم مع حسهم الوطني في أهمية القضية الإسكانية، ف
فقاعدين يشتغلون على كل هذه المشاريع بالإضافة إلى مراجعة تقديمات المكاتب الاستشارية العالمية علشان يوفرونها كلها في خلال السنة المالية الحالية. فحب أتشكر منهم. الله يسلمك أستاذ عمر. طبعا أتشكر منك ومن القائمة على البرنامج وإن شاء الله الأخوة اللي ويانا اليوم. أنا أعتقد تسليط الضوء على هذه القضية يعني أعتقد شيء مميز. وايد معلومات أنا كانت غايبة عني يوم سمعتهم وعرفتها. أقول صراحة الله يعطيكم العافية على الإنجاز والمبادرة اللي قاعد تسوونها. أستشعر أن بالفعل أن الشباب الكويتي والشابات الكويتيات بالفعل قائمين وقدها وقدود. وإن شاء الله وأنا شاعر أن في تطور كبير ترى بالعمل الإسكاني. يعني الله وفقكم رب العالمين أن تستمر هذه الدفعة وهذه القوة اللي عندكم وهذا الحماس أن في تقليص المدة الزمنية لوصول البيت السكني. ختاما كل الشكر لكم ضيوفي، يعني أن خذينا من وقتكم وأثريتوا الحلقة اليوم. كل الشكر لك أستاذة هديل بن ناجي نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كل الشكر لك مهندس ناصر خريبط مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وكل الشكر لك أستاذ عمر العيسى المحامي والأستاذ. يعني تحت أمرك. شكرا لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.